سمعت بهم ولكن عاودوا لي مزيانين، وخص البشر حتى هو يحاول يكتسب هذه الفرصه باش يتهلا فيهم وما يضيعش هذه الفرصه على الاخوان، باش الى استفدوا منهم كاملين راه استفاده ديال المواطنين جميع ديال المغاربه، خصنا نتهلاو فيهم وهذه هي الامنيه ديالي. شويه مع راك عارف الدار البيضاء شويه لا سيركيلاسيون بريس، يعني هذاك الشيء ماشي ما لايقينش بالنسبه لا سيركيلاسيون، خصها تكون اجراءات اخرى باش يمروا هذوك الطوبيسات في احسن الاحوال. وحافلات مزيانين هما هي الناس اللي خصهم يتعاملوا معاهم مزيان، ماشي الناس الحكومه الطرق وبزاف الحوايج، حيت غادي يدقدقوا بالطرق اللي عندنا حنايا وهذا الشيء اللي كاين. البنيه التحتيه شو هذا الشيء اللي صبات دابا راه فرشات كل شيء، البنيه التحتيه راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه ما كاين والو وهذا الشيء اللي والطويس غيتكرفس الا بقى هذه البنيه التحتيه بحال هكايا راه غادي تكرفس. بالنسبه لي انا كمواطن مغربي على مستوى مدينه الدار البيضاء، هذه راه مابقاتش مدينه الدار البيضاء، هذه ولات مدينه عشوائيه. نعطيك انا اكزومبل كمثال، ضاعت لي البطاقه ديالهم نهار الاول وبغيت نعاود نجددها، قال لك تجي الناقله المتوحشه بما يسمى الناقله المتوحشه، هذيك راه هذوك ماشي طوبيسات، راهي تما تسنى طلع تاكل خرموش تقول يعطيونا سيدي هذيك البطاقه ديالنا الاولى عاد باش نبقاو نعاودوا نهضروا، حيت جينا نهضروا بزاف الهضره بزاف والسكات حسن. هادو اللي خرجوا هو كاين نظام، هي راه ناقله متوحشه وليني ناقله غير لائقه، علاش كثر الزحام؟ ما كاينش اللي غادي يحافظ هنايا، ما كاين غير الكوارث فهمتيني، ما كاين غير اللي يهرس غير اللي يدقدق، اللي غادي يبداو الماتشات غادي يوليو شي حوايج واحد اخرين عاوتاني، شي حوايج غادي يوليو واحد اخرين عاوتاني، بلادو خاص يحافظ ولكن هنايا ما كاينش غادي يحافظ هنايا في المغربيات، ما كاين بلاد مغلى غادي يهرس الحوايج غادي، هما مزيانين هما في المنظر ديالهم مزيانين فهمتيني ولا لا، الديكور ديالهم مزيان ولكن غادي يهرس بلادهم. حنا كنتمناو بلادهم يحافظ ماشي غير على الطوبيسات على اي حاجه فهمتيني ولا لا، اي حاجه في هذا المغرب كنتمناو بلادهم يحافظ عليها، حيت البلاد خاصها تزيد لقدام، حيت البلاد ملي حافظ على الحوايج غادي تزيد بلاد من القدام، المسؤولين كيديروا الحوايج ولكن بلاد ما كيحافظش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.